فتنا عملنا لجنة تحقيق وتقصي حقائق وفتنا قعدنا 4 سنين تطلعنا بالآخر إنه عندك 27 مليار دولار تجاوزات إلى اليوم. مش قادر ديوان المحاسبة يطلع 14 قرار قضائي بمالية هيدي الدولة اللي نحن اكتشفناها واللي نحن اشتغلنا عليها بلجنة المال والموازنة. تطلعنا كل هيدي النتائج وكل هيدي الحقائق. 39 توصية صدر المجتمع الدولي كله إجا بالآخر ياخد تقارير لجنة المال. سادر ارتكز على تقارير لجنة المال حتى طلب توصيات وعمل إصلاحات. نحن مسؤولين. أنا بس بتأسف إنه يعني شخص مثله نايب كان واليوم طامح لا أو عنده حق يطمح للي بده إياه، ولكن ما إنه عارف شو دور النايب ولا بيعرف شو دور الكتل ولا بيعرف مين مسؤولية مين يعمل سياسة البلد المالية الموازنات. خليني أقول لك معلي أستاذ مارسيل، هيدا كلام يعني كلام أول مرة بحياتي بسمعه. اللي بدك إياه فيك تقوله، إلا أنه لجنة نيابية بمجلس النواب وأكيد عم تحمل ضميره وهو عارف أهم لجنة، نعم عملت أهم معارضة وأهم إصلاح بالبلد وعملت أهم توصيات وبالدليل أهم بالدليل بالدليل إفلاس. أنت فلست البلد، شو فلست البلد؟ كيف فلست؟ طيب فصلني كيف فلست هو البلد؟ نايب هو يا عمي أنت الموازنة هي تشريع فساد الدولة، لك أنت شرعته لفساد الدولة. كيف بيعملوا الموازنة؟ خليني جاوب. بياخذوا الموازنه بيكونوا اتفقوا سنه اللي قبلها كيف توزع. اوكي بيقعدوا بيقولوا يا خي تعال شوف بدنا ننزل 20%، انت شيل 5 هون وانت شيل 5 هون. لا عم يحكي هيدي كان يعملها هو بحكومه فؤاد السنيوره. انا يا قلبي ما كان هو كان يعملها هو. طيب انا فتت على بس معلش لانه بس توضح نسيب منو جاي ديكور. اولا انا فتت اسمح لي بس مين مسؤول عن حسابات البلد؟ قعد سنة بلجنة المال وبين لي عفوا انه ما في اصلاح في توزيع وتنظيم للفساد وتركت ورحت عند الرئيس بري وشكرته وطلع فيه اللي مش صايرة معي بعد. قلت له ما تأخذني عندي شغل ورحت بس وبعدها بخمس سنين قلت له مبروك عليكم هالنيابة صحتين على قلكم وتركت. وهيدي هو هيدا الهروب من المسؤولية هيدا. جاي اليوم هربان من مسؤوليته. لا ما لو ما يقعد يعارض بلا هربان بلا هربان. لو هربان من مسؤوليته ما بيشتغل شأن عام. لا ما لا هربان على الكتل الوطني ومنه إلى جانب السوار. أنا رح أقول لك ليه. لا أنا رح أقول لك ليه هربان، لأنه نعم وقت الواحد عنده قضية وعم بيقول إنه صار في عم بيحارب كرماله من برا تسمح لي تفضل عم بيقول إنه عم بيحارب الفساد والهدر وإلى آخره. وين حارب فساد وهدر؟ وين بأي 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 مجال نحن حاربنا الهدر؟ عم بحكي لجنة مال، أنا ما عم بحكي عن الهدر يا عمي. عم بحكي لجنة مال. عملتوا بازار فيهم هدول أنت البازارات عندك حبيبي. أنتوا عملتوا بازار ولا بازار أي شو عملت ولا بمحل. بس اللي الإبراء المستحيل شو عملت فيه؟ صار قانون. وين جو وينه؟ صار قانون. هذا اللي وقف حساب اللي واحد اتحاسب من وراه. بحلك واحد ما مصيبتك الواحد اللي بده يتحاسب عندك. لك يا خي عني وعندك وأنت اللي بدك تتحاسب. أنا قلبك وأنت اللي بدك تتحاسب. روح أنت وياه. أنت لازم تتحاسب. عم بقول لك انا لازم اتحاسب. لا عم بقول اللي لا عندي. لا قال لك انت لازم تحاسب. انا انت واللي عندك يلا حاضر خليني اكفي لك مسؤول بالحسابات. بس استاذ غبريل شو يعني انا قضاء لحاكي انت المسؤول. بس حكي روبير فاضل عن تحميل وزاره المال شو هيدا ومصرف لبنان مسؤوليه شي. افلاس البلد من يتحمل مسؤوليه وصول البلد؟ ليش عم نحكي بافلاس البلد اصلا؟ هو عم يحكي بإفلاس البلد. لا. فلس البلد وعم يحكي بإفلاس البلد انه لابس برنامج الكتلة الوطنية اللي نحن اسسناها واللي نحن بنعرف روحيتها واخلاقها واللي بعيشها كل يوم انا بحياتي. هلا لجأ لها تيعمل لي بطل وشعبوية حتى ياكل له كم زقفة. هيك مش هيك بتنعمل سياسة. بده يكون مسؤول بده يكون مسؤول بده يحكي الحقيقة. عم بحمل ضميره. لجنة المال باعتراف كل الدول وكل الناس اللي بيتعاطوا بالمالية العامة بيقولوا هي يلي صححت المسار المالي. الوحدة الأرقام مظبوطة. المادة 5 مظبوطة. وحدة مش مسؤوليتي. مسؤولية وزارة المال هي وحدة مسؤولية وزارتك يلي أنت أسستها أنت وحليفك. بدك أقول لك البنك الدولي شو قايل عن وزارتك؟ أنا بدك أقول لك أنت عم تنتقد وزير المال قعدتوا 15 سنة بوزارة المال يا حبيبي. أنتوا ركبتوها حليفه وتركوا له 10 سنين. ما بيقدر يتنصل ما بيقدر يتنصل من تاريخه. تفضل أنا تفضل. هيدا البنك خليني أقول لك هيدا البنك الدولي. أنا ما كنت حزبي. إيه؟ أنا ما كنت حزبي. وأنا ما كنت حزبي. نحن كنا من المؤسسين. وأنا ما كنت حزبي لهيدا التيار اللي كان اسمه أنا ما فتح تيار إيميل قدي وريمو قدي تيار الأوادم. هيدا هلا بطل تيار هلا بطل ما بعرف هو هلا هو بيعرف. هيدا البنك بطل الدولي آدمي هلا انا ما قلت عنه مش آدمي. أوكي. هيدا تقرير البنك الدولي شو بيقول؟ شو بيقول؟ بيقول اسوأ إدارة مالية. هيدا انعمل بال 2013 إيه؟ اسوأ إدارة مالية انشافت
بكل تجربتهم هي هيدي الوزارة. أيه. فاتوا عملوا اودت على الوزارة هيدا تقرير. بس أنا بنك الدولي انت قادر تتركه؟ برضو انا ما تركتهم، فشرت انا اللي دقعته، انا اللي نشرت التقرير. انت مسؤول عن عن افلاس البلد، انت وغيرك. هيدا بيحكي كلام ما بيعرف شو بيحكي. انا على كل حال بترجيك، انا جاي تناقش ارقام، مش جاي اعمل سجل شعبوي. لا مش سجل شعبوي. اذا كان هيك الموضوع انا اسمح لي يعني عن جد. انا جاي اشرح موازنة 2020. تفضل. وشو فيها بدي اقول رايه يقول رايه. سيز بس هذا الكلام كلام يعني ساذج. لا. بلا. حدا منه فهمان شو النيابة، حدا عم بيحمل ضميره، حدا عم بيقول عن لجنة نيابية مسؤولة عن انفاق الدولة. بدي اعرف الدولة. يلي هي راقبة كل مالية الدولة، يلي لليوم أوصت بخفض النفقات بألاف المليارات، وترجع الكتل النيابية اللي كان واحدة منهم ينتمي إلها ترد هيدا هيدا التقصيد اللي عم يحش تقول له ينتمي إلها. ترك الزلمة لأنه لا ترك، بس ترك أمتى؟ ترك مبارح من كم سنة. أستاذ غبري لبنان إله من 92 الزلمة عم ينهب. إيه شو؟ بيجي هلا بيقول لي إنه هو ما أنت مسؤول، أنا عايش برا إلي 15 سنة. ما بيقول لك أنت كشخص شو ركب النهب هلا؟ لا أنت اللي عم تنهب. فشرت روح على القضاء، روح على القضاء لفرجيك. انت روح على القضاء. روح على القضاء. شو عملت فيهم؟ شو عملت انت؟ شو عملت؟ انا ماني قاضي يا حبيبي، انا عملت لك ملفاتي. انت شو عملت؟ جايب لي ايباد معك، شو عملت؟ الايباد. انا بعتذر، خلص خلص.